طبعا اللي ما فيش شك وخلينا نبتدي بيه الكلام انه الكل دايما بيعمل اعتبار كبير لاسم منتخب مصر، وبشوف انه اهم مكسب ممكن يحققه فيتوريا النهارده هو الثقه. الثقه دي تيجي بالمكسب؟ لا، الثقه دي تيجي بالاداء. فكره انك انت تقف في مواجهه واحد من اكبر منتخبات افريقيا في الوقت الحالي وتقدم وتظهر بشخصيتك هو ده المكسب الحقيقي، وبصرف النظر عن النتيجه. وده اللي انا شخصيا مستنيه النهارده منتخب مصر، انه يثبت انه قادر انه يفرض شخصيته اسلوبه في الملعب، يكون في اوقات كتير جدا الفعل مش رد الفعل قدام منتخب قوي زي منتخب الجزائر. دي النتيجه اللي طمني، او الحاجه اللي طمني بصرف النظر عن النتيجه، وانا رايح لبطوله افريقيا بقول انه انا قادر اواجه اي منتخب في افريقيا وقادر اوصل لابعد الحدود. ده رايي المتواضع. خليني اسمع راي نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح، واساله في البدايه. اهلا بيك يا اشرف، طبعا منور الدنيا. واسالك في البدايه، متفائل النهارده ولا حاسس انه ماتش الجزائر استمرار لسلسله اثيوبيا وغينيا وتونس وزامبيا؟ اهلا بيك احمد، طبعا انت عارف دايما ببقى سعيد معاك طبعا على شاشه قناه نادينا الحبيب يعني النادي الاهلي. يعني التفاؤل دايما موجود، انا دايما الحمد لله متفائل، ومتفائل دايما ان يكون عندنا اداء افضل. والحمد لله النتائج على مستوى نتائج منتخب مصر يعني 9 من 10، يعني 9.5 من 10، يعني كسبان كل العلامه الكامله في كل المباريات ما عدا مباراه تونس تقريبا. لكن على المستوى التاهل لافريقيا الحمد لله تاهلت تصفيات كاس العالم. على مستوى الاداء، على مستوى الاداء هي المشكله بس. يعني هو ده اللي لسه في ازمه وفي مشكله شويه نفسيه. لكن انا سعيد انه رغم الانتقادات اللي موجوده يعني اعلاميا او حتى على مستوى جماهير الكره في مصر، الناس ما عندهاش النقد اللاذع اللي كنا بنشوفه قبل كده. ممكن النتائج تكون مطمنه الناس، لكن الاداء لسه، الاداء لسه ما فيهوش اللي يطمنك بشكل كبير، خاصه ان انت لسه ما واجهتش منتخبات كبيره. يعني باستثناء تونس اعتقد ما كانش عندك، حتى زامبيا اعتقد انها يعني صحيح من المنتخبات اللي ممكن نصنفها في التصنيف الثاني، ما كانش ادائك بشكل جيد او مرضي بشكل كبير. صحيح في استحواذ، لكن في اخطاء كتيره، ما كانش في تحولات هجوميه كبيره، ما كانش في خطوره على مرمى زامبيا بشكل كبير، حتى الفرص القليله اللي رحنا بيها ما كانش في استغلال بشكل كبير ليها. كنت لسه بقول لك في الفصل انه اللعب بشكل فردي مش بشكل جماعي، ودي حاجه ما تطمنش بشكل كبير. المنتخبات الكبيره اللي هنواجهها ان شاء الله، يعني بعد ان شاء الله ما نتخطى الدور الاول اللي هنلعب فيه دور المجموعات ده، منتخبات كبيره وادائها راقي جدا وفي جماعيه بشكل كبير وفي خطوره بشكل كبير. فاعتقد ان لازم مستر فيتوريا يكون عنده استقرار على التشكيل، يعني بدايه من مباراه الجزائر، ويكون في طريقه لعب معينه هو بيفكر هيلعب ازاي. لان انا مش شايف حقيقه شكل لمنتخب مصر او طريقه اداء لمنتخب مصر، حتى يعني انا حتى في ايام مستر كوبر مثلا لما كنا ناس بتتضايق او بتتكلم في انه طريقه دفاعيه، لكن في شكل بتلعب بيه، انت بتلعب بطريقه دفاعيه لكن بتلعب على صلاح مثلا او بتلعب على هجمه المرتده. لكن الفتره دي صحيح بتحقق نتائج، لكن ما فيش شكل معين انا قادر احط ايدي عليه لمنتخب مصر. ما فيش شكل النواحي الخططيه بتلعب من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال او من العمق، مفيش كره جماعيه بتلعب بيها. ده مش نقد سلبي، لكن انا مش قادر فعلا احط ايدي على طريقه لعب المنتخب مصر ممكن تطمنا. طب قادر تحط ايدك على اي الكبيرة. حاجه؟ طبعا في بعض الطفرات، يعني انا شايف في مثلا 7 لاعبين مثلا في منتخب مصر خلاص اعتقد مستر فيتوريا خلاص بشكل كبير حط ايده عليها. طيب خلينا نروح لتمرينه الاهلي النهارده. يعني احنا خلاص برضو يعني عندنا عد تنازلي بدا لماتش سيمبا مهم جدا، عوده بعد غياب طويل طبعا الاهلي وحشنا، ومباراه مهمه ومباراه صعبه خارج الارض في تنزانيا مع فريق ليه احترام وتقدير كبير جدا في افريقيا في الوقت الحالي هو سيمبا. خلينا نروح لتمرينه الاهلي النهارده اشرف، نطمن من زميلنا محمد توفيق على عودة الأهلي للتدريب مرة تانية. كان عندنا راحة سلبية طويلة استمرت 6 أيام، الفرقة رجعت مرنت امبارح أول تمرين والنهاردة تاني تمرين. وزي ما قلت لكم يمكن كولر في اجتماعه كان مركز قوي على
الناحية البدنية، تمرينات مكثفة. خليني أعرف أكتر تفاصيل من زميلنا محمد توفيق اللي موجود في النادي الأهلي في الجزيرة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي السابق وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، عايز اطمن منك على تمرينه النهارده، وخصوصا انها يعني بينقص الاهلي عدد كبير جدا من اللاعبين، سواء للمشاركات مع المنتخبات في الاجنده الدوليه او بسبب الاصابه. ملامح تمرينه النهارده ومستر كولر بيركز على ايه، وملامح التحضير لمباراه سيمبا عموما؟ يعني أنا في البداية أحمد، يمكن زي ما أنت ذكرت كان الفريق في راحة لمدة 6 أيام، يمكن الفريق عدد للتدريبات منذ الأمس، اتدرب على ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة، والنهاردة تاني تدريباته بعد العودة من الراحة السلبية. يمكن التمرين ابتدى فيه تمام 6 مساء، ابتدى التمرين ببعض الفقرات البدنية، الجري حوالين الملعب وبعض الإطالات في الملعب. بعد كده مستر مارسيل كولر يمكن دخل هو واللاعبين والجهاز الفني كلهم للجيم الخاص باللاعبين هنا داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة لأداء بعض التمرينات الأخرى في الجيم، وبعد كده هيستكمل مرانه على أرض الملعب في هذه اللحظات اللي أنا بكلمك فيها حالا. يمكن بطمنك بقى، الحمد لله ديانج موجود في التدريبات. حضرتك كنت بتكلم يعني عن اللاعبين الغائبين للمشاركات الدولية، الحمد لله ديانج موجود في تدريب اليوم، وبيرسي تاو طبعا موجود منذ الأمس، مودس طبعا موجود، الضو كريستو لعدم استدعائهم لمنتخباتهم المختلفة، ولكن بطمنك ان يعني بيرسي تاو وأليو ديانج موجودين في التدريبات بشكل طبيعي جدا. طبعا النهارده يمكن مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف اللي موجودين في تدريبات الحراس بجانب حارسين من الناشئين يعني عمر كامل وطارق حسن، دول من مواليد 2006 موجودين هنا بياخدوا برده خبرات مع مستر ميشيل يانكون. كان عايز بقى اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي، عمرو السليه، محمود متولي شغالين خلاص في المراحل النهائيه من برنامجهم الاستشفائي والتاهيلي. كمان عاوز اطمنك ان صلاح محسن، كريم ندفد، رامي ربيعه موجودين في التدريبات الجماعيه منذ الامس، كمان يمكن ادوا المران الجماعي مع بقيه الفريق بالامس وكمان موجودين في تدريب اليوم. كريم فؤاد بدا الجري حوالين الملعب كمان، ويعني بطمنك عليهم ان هم ان شاء الله يكونوا موجودين في اقرب فرصه مع الجهاز الفني وتحت امره فنيا. كمان من الحاجات اللي موجوده في التدريبات المهمه النهارده ان كابتن خالد بيبو بدور الكره بالنادي الاهلي ان شاء الله هيسبق الفريق غدا باذن الله في 11 مساء، هيسافر لتنزانيا لي يعني انهاء كل التجهيزات المرتبطه ب اماكن الاقامه والتدريبات وكل الحاجات المتعلقه بسفريه النادي الاهلي باذن الله مع في اول مبارياته في الدوري الافريقي امام سيمبا التنزاني يوم الجمعه المقبل باذن الله. كابتن خالد بيبو هيسبق البعثه باذن الله غدا لانهاء كل هذه الاجراءات، وان شاء الله تلحق به البعثه في اليوم التالي باذن الله رب العالمين. طيب عظيم، يعني شايفين اللقطات من التمرينات اهي، والاهلي بدا الاستعداد بالفعل لمواجهه سيمبا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده، وباذن الله اللعيبه تكون كلها جاهزه. وكويس انه يعني انا مفاجاه بالنسبه لي الحقيقه ديانج، انا عارف انه تاو طبعا ما شاركش مع منتخب جنوب افريقيا، كان عنده ظروف اتكلمت عليها مع حضراتكم امبارح، بس تاو موجود ظهر في الصوره. ديانج كمان يعني اعتقد بقى كده هيلعب، اعتقد المنتخب المالي كان عنده ماتش النهارده او بكره اعتقد في السعوديه، فواضح انه مش هيشارك في مباراه منتخب مالي. فكويس الاثنين عودتهم واستعداداتهم، يعني خدوا شوط والاثنين اعتقد من العناصر الاساسيه سواء تاو او ديانج اللي هيران عليهم كولر في مباراه سيمبا. بالتاكيد يعني كل ما كان في تجمع كبير لمجموعه كبيره من الاساسيه بالتاكيد بيكون في اطمئنان بشكل كبير لمستر كولر وارتياحيه، يعني لانه لعيبتك الاساسيين موجودين بتشتغل معاهم بشكل يومي على الطريقه الجماعيه خلاص، يعني اللعيبه تشبعت اعتقد او خلاص شربت بمعنى الكوره كده، شربت خلاص طريقه لعب مستر كولر او طريقه تفكيره. دي نقطه مهمه كنا بنتكلم فيها على منتخب مصر. يعني النهارده لما تيجي تتكلم يعني في مديرين فنيين لما بييجوا بياخدوا فتره كده من الشغل يعني مع الفريق بتاعهم سواء منتخب او نادي، بتحس ان الراجل فكره ظهر في الملعب، الراجل ده ليه طريقه تفكير وليه طريقه لعب احنا كجمهور شايفينها بتحصل. صحيح. فايلر كان كده، انا بتكلم على القريب يعني فايلر بسرعة. كان بسرعه جدا قدرنا موسيماني كان كده. يمكن الطريقه ممكن الناس تحبها ما تحبهاش، بس في النهايه الراجل شايف هي دي الطريقه الانسب ودي الطريقه اللي بتوصله لانه يحقق اهدافه، وكان بيحقق اهدافه بيها. تتفق تختلف معاه دي قصه ثانيه، لكن كمدرب كهيد كوتش لا، الراجل ليه طريقه وليه اسلوب. انا كجمهور شفته او شفت الفرقه بتقدم الفكر ده في الملعب. لما جه كولر برضو ما خدش وقت لغايه لما شفت الاهلي اللي كان مع موسيماني بيلعب بشكل، بقى مع كولر بيلعب بشكل تاني خالص، وبقى هنا الناس مبسوطه ومرتاحه نتائج واداء.
بعد كل المشوار اللي عمله فيتوريا، هل تقدر تقول انه الراجل ده ظهرت ليه بوادر، مش هقول لك تجربه كامله، لكن بوادر بصمات فكر معين في الملعب؟ شوف انا هقول لك نقطتين واتمنى ان الناس بس تتفهم ده، انه احنا لازم نفرق بشكل كامل ما بين 2006 و8 و10 وما بين كل الاجيال اللي بعد كده. ليه؟ لاسباب. ليه؟ هقول لك ليه. ليه؟ صعب جدا انك تجيب هذا الجيل مكتمل بهذا الشكل، في كمال بشكل غير طبيعي في هذا الجيل في كل الاماكن. ما هو ما كانش كده في 2006 برضو عشان يعني وانت في بس 2006 كان عندك مجموعه صاعده. بص اتكلم في فتحي وعماد ومش دي الاسماء اللي كانت. بص خلينا نتفق على الحاله. 2006 انت كنت مستضيف البطوله هنا في مصر. صحيح. بنفس السكواد اللي انت بتقول عليه، عمرو زكي وعماد متعب وابو تريكه وبركات واحمد حسن وشوقي وحسني وفتحي ووائل جيل عالمي. بس هو داخل 2006 احنا كنفسنا عندنا منتخب كويس، بس ما كناش يعني عارفين ان احنا رايحين نجيب امم افريقيا. بس دي امكانيات فوارق معاك في اللاعبين. بس انا بفكر الناس عشان دايما المقارنه دايما هتبقى ظلم لو فكرنا بيها بطريقه. أيوة دي ممكن بالزبط. تبقى ظلم. لما كسبنا 2006 هنا ورحنا في 2008 70 ل 80% من الناس ما كانتش متوقعه المنتخب رايح يجيب البطوله بره، يعني خدنا البطوله عشان بره بس، لكن عشان مقتنعين عشان بالمجموعه اللي موجوده عشان بره طبيعي. عشان بره بس يعني بس احنا كسبنا البطوله ما عندنا منتخب جامد، بس برضو البطوله كانت على ارضنا وجمهورنا والحاله. بس انت كنت مرتاح يعني مرتاح. يعني انت كمشجع مرتاح للمجموعه اللي موجوده وعارف ان انت بطل. عندك منتخب طالع بطل كبير جدا جدا بطل، لكن يعني. كنت واثق انك تروح تجيب اللقب؟ لا اشك ان حد هتنافس يعني على الاقل. وهقول لك حاجه كمان وازيدك من الشعر بيت، خدت 6 و8 وسافرت 10، انا برضو بقول لك برضو عندك بطولتين، برضو عندك احساس انه مش هكسب مش ممكن اجيب بطوله ثالث مره وانت عندك نفس الجيل ده. فهي القصه انه الاسطوره حصلت لما الجيل ده خد الثلاث بطولات ورا بعض. صحيح انا معاك في دي، لكن في 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 كمال في هذا الجيل يعني. طبعا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، لكن الكمال في كره القدم هي الجماعيه وهي امكانيات وقدرات وفوارق مجموعه اللاعبين اللي كانت موجودين في هذا الجيل. بالفعل انت كان عندك فرقتين تحتار مين افضل، يعني لو قارنت بين واحد يعني عماد وعمرو وميدو وكابتن حسام حسن تحتار تلعب مين من 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 فوق الامكانيات الكبيره للاربع مهاجمين مثلا اللي موجودين. انت النهارده بتدور على مهاجم مش لاقي. مظبوط. في وسط الملعب مثلا تريكا وشوقي وحسني اسماء كبيره جدا جدا، انت ما تقدرش تقول تتكلم على واحد منهم انه ممكن يكون 9 من 10 حتى في ادائه. في كمال في هذا الجيل غير طبيعي، مع طبعا وجود كابتن حسن شحاته، والكمال كمان في تواجد الجمهور العظيم في مدرجاتنا، والكمال في الدعم من وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره وحتى الدوله في هذه الاجيال يعني. فانت في كمال في هذا الجيل ما تقدرش تعوضه دلوقتي او تقول ان هو موجود بالشكل الكبير. الفوارق دي طبعا الناس لازم تبص لها بعين الاعتبار، لان في فوارق موجوده، في فوارق في الامكانيات عندنا صحيح مجموعه من اللاعبين، لكن ما عندكش تقدر تقول ما عندكش 16 17 لاعب تقدر تعتمد عليهم تحتار تلاعب مين او مين. انت عندك مجموعه 6 7 لاعبين ممكن تقول ان هم اللي فارقين بشكل كبير، هم اللي ممكن يكونوا يعني يقدروا يأدوا بشكل كبير جدا. هروح لك لنقطة تانية، إن مستر فيتوريا لغاية النهاردة فعلا مفيش شكل لمنتخب مصر تقدر تقول المنتخب بيلعب بطريقة معينة. طريقة هجومية، طريقة دفاعية. هو صحيح حقق العلامة الكاملة، لكن أنا ما عنديش شكل وطريقة أداء لمنتخب مصر بشكل أو بآخر. لو حقق العلامة الكاملة في ظروف سهلة وببسيطة نسبيا، ما كنتش محتاج فيها الخبير العالمي إن أنا أجيبه يمسك المنتخب. صح. يعني مع كامل احترامي عنده المنتخب لو لعب الماتشات دي من غير مدير فني معلش طبيعي انك انت تكسب اثيوبيا وتكسب غينيا. معلش ما هم برضه مع ايهاب جلال مثلا، كابتن ايهاب جلال الظروف ما ساعدتش انه يحقق اي انجاز وخسر وخرج ومشي بسرعه. لكن يعني هو عمل نقطه مهمه جدا وانا شايفها من النقط برضه اللي ساعدته بشكل كبير، انه تفاعل بسرعه جدا مع الانديه ومع جمهوره ومع طبيعه شعب مصر. يعني راح للانديه وقعد مع المدربين في اكتر عايز اسالك كبيره جدا من الانديه. مين مدرب مصري نجم من وجهه نظرك؟ نجم مدرب نجم يعني الجوهري كان نجم. صحيح. لما تجيب له كاريزما يعني لما تجيب له كتيبه نجوم هو نجم يعني هو بالنسبه لهم ايكون يعني رمز. فمهما تجيب له من اسماء هو ليه الفول كنترول. لما بتتكلم على حسن شحاته في مرحلته صحيح هو نجم طبعا.
بكل النجوم اللي معاه دي كل حاجه تحت الكنترول، فاهم؟ صحيح. تختلف تتفق على مستوى فني او على فكره او على طريقه لعب، دي قصه ثانيه. لكن مين مدرب نجم دلوقتي؟ مدرب مصري نجم. النقطه اللي بتتكلم عنها دي لا خلاف انها بتفرق بنسبه كبيره جدا، يعني بدليل ان عندنا تجربه مهمه جدا في النادي الاهلي هو مانويل جوزيه مثلا. الكاركتر، الشخصيه، الكاريزما، ازاي اللاعب بيبقى بيخاف ويحترم ويحب هذه الشخصيه. مظبوط. فالنجم هو ده، هو ده. يعني في مصر طبعا يعني في اسماء، يعني دلوقتي مثلا مع بعض التعديلات ممكن تتكلم عن حسام حسن مثلا. كابتن حسام حسن هو حسام اتظلم في فتره اختيار مدير فني وطني. اتظلم طبعا بعد كيروش. اتظلم طبعا، اتظلم. وانا كنت بقول ان في الفتره دي، واعتقد ان انا قلت معاك هنا، ان ايهاب جلال احق دلوقتي لسبب. لانه بيشتغل فني واهدى. يعني ما بيتعصبش بسهوله. ما عندوش واحنا كنا محتاجين في الفتره دي هدوء اكتر شويه من انك تتعامل بعصبيه اكتر يعني. لكن حسام حسن طبعا، كابتن حسام حسن يستحق فرصه في منتخب مصر لانه نجم والجميع بيحترمه. لكن اعتقد ان طبيعته وطباعه يعني ظلمته شويه. بقى اهدى كتير قوي يعني السن والخبره والنضج. يعني أتمنى حسام انه في فتره من الفترات كابتن حسام النهارده يختلف تماما جداً عن حسام من 10 سنين جداً فاتت، يختلف عن حسام وابراهيم اللي كانوا في الملعب بيطلعوا نار في ال 90 دقيقه. لكن خلاص الناس خدت انطباع عن الشخصيه بهذا الشكل. اتمنى طبعا في يوم من الايام ياخد فرصه. طيب اخدك للتشكيل بتاع النهارده وتقول لي رايك بقى، عشان انا قلت رايي، عايز اعرف رايك زيي ولا مختلف عني. تعال نشوف التشكيل ونقرا تشكيل منتخبنا. كل التوفيق طبعا والدعم والله لمنتخبنا. الواحد نفسه يشوف المنتخب. انا بنتقد ايجابي؟ لا لا. الواحد نفسه يشوف منتخب مصر يعني في افضل صوره، في احسن صوره طبعا. في احسن صوره. توفيق لفيتوريا والتوفيق للمنتخب. وانا اشدت لما المنتخب لعب ماتشات حلوه، قلت انا استبشرت خير، وقلت الراجل ده جاي يأدي او يعمل حاجه. وواضح في البدايات بالذات بعد ماتش بلجيكا وما كانش لسه يعني قعد كتير، لعب جيم كويس. قلت والله الراجل فاهم هو جاي يعمل ايه. صحيح. تعالوا نشوف تشكيل منتخب مصر ونقراه مع اشرف. ده التشكيل يا اشرف. الشناوي ومحمد حمدي ناحيه الشمال، علي جبر وعبد المنعم، عمر كمال، حمدي فتحي والنني، زيزو. لا مفيش عمر كمال. هو الشناوي وهاني وعبد المنعم وجبر. هاني وحمدي. انا قريت من عندي من الورقه فمعلش. وفي النص خد ابتدى بحمدي والنني وزيزو. بالظبط. تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد. بالظبط. بص، هو في استقرار في الشكل الهجومي او استقرار على اللاعبين اللي هيشاركوا في الناحيه الهجوميه. هو اكتر خط يمكن ثابت يعني مع الشناوي. هو اكتر خط ثابت مع الشناوي وعبد المنعم تقريبا. يعني اعتقد انه طبعا اكيد فتوح. انت قلت لي في سبع اسماء. في سبع. مين؟ يعني الشناوي، فتوح، عبد المنعم. مع ظهور عمر كمال بهذا المستوى اعتقد ان هيكون في تبادل في المشاركه ما بينه وما بين محمد هاني. في خط هذا الوسط. المستوى تقصد المستوى الجيد؟ الجيد طبعا. لان عمر كمال الحقيقه متألق في طفره في الاداء يعني. واضحه جدا يعني. في وسط الملعب انا اعتقد بشكل كبير انه قناعاتي كده، انه انا ما اعرفش طبعا النهارده هو ما بيشاركش، لكن انا شايف ان فيتوريا مقتنع جدا بطارق حامد. هل هيشارك بشكل اساسي ولا لا؟ لكن انا شايف ان طريقه الاثنين دول تحديدا، مروان عطيه وحمدي فتحي، وقدامهم بالتاكيد ان شاء الله لما يرجع امام عاشور او زيزو، اعتقد ان دول اللي ممكن يعملوا التحولات الهجوميه بشكل جيد جدا مع منتخب مصر. هو الملعب ما يشيلش امام وزيزو جنب بعض في خط النص في بعض المباريات، لكن في مباريات كبيره يعني النهارده ممكن ما يشيلش الاثنين. تخاف تقلق، لان منتخب الجزائر منتخب قوي جدا، سرعات كبيره جدا، خبرات كبيره جدا، تحولات عندهم الهجوميه الناس هتشوفها النهارده مرعبه. وبالتالي يعني انت محتاج حد برضو يكون في عنده الارتداد بشكل كبير الدفاعي والهجومي او التوازن في ده يعني. اعتقد كمان تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد يعني في ثبات كبير. فانت بتتكلم في ست سبع لاعبين. مين شايف الاسماء يعني بصرف النظر عن انه كان بشكل اجباري او اختياري، الاسماء اللي مفتقدها منتخب مصر في مواجهه زي، او الاسماء اللي تتمنى تضاف على منتخب مصر قبل ما تروح لأمم افريقيا؟ اتمنى امام عاشور، سولية عنده خبرات كبيرة جدا جدا وبيفرق جدا في وسط الملعب بالتأكيد.
يعني اعتقد ان دول الاثنين اللي ممكن يكون منتخب مصر مفتقدهم شويه، يعني ان شاء الله امام عاشور يرجع. أنا قلت سبع ثمان اسماء، شايف ان هم كلهم في الثلاث خطوط يمثلوا حلول لو وصلوا للتوب فور. ده صحيح. اكرم توفيق، حجازي، الونش. صحيح، انت بتتكلم عن الناس المصابه. انا بتكلم عموما يعني. انا فاكرك الناس بس اللي هي ممكن تبقى قريبه وتلحق غصبا عن حجازي، الونش، واكرم. مش هيلحقوا افريقيا. هو ده انا بسال. لا انا عندي 70 يوم. الناس دي هل ممكن تكسب ترجع من اصابات؟ خلاص صعب يعني. هيبقى صعب. لكن انا كنت بكلمك على الاسماء القريبه انها ترجع. يعني امام والسوليه طبعا، لكن الونش طبعا واحد من الاسماء المهمه جدا في منتخب مصر. اكرم توفيق مع، ولكن انا شايف عمر كمال ومحمد هاني يعني الحمد لله يقفلوا المنطقه دي بشكل جيد. في اسماء الحقيقه طبعا منتخب مصر هيفتقدها، لكن القريبين قوي واللي ان شاء الله يرجعوا بشكل كبير امام عاشور وعمرو السوليه ان شاء الله يكونوا اقرب للرجوع. حجازي طبعا من الاسماء المهمه في منتخب مصر، خبرات كبيره جدا بصراحه مع المنتخب. الونش وحجازي الثلاثه دول يعني منعم وحجازي مش تقليل من الناس الثانيه، لكن نتيجه خبرات كبيره، نتيجه مستويات اتقدمت مع المنتخب في بطوله افريقيا. يعني حجازي والونش كانوا مبتدئين البطوله النسخه الاخيره هما الاثنين، او منعم والونش يعني. شوف لا انا بسال على الاسمين مع منعم دلوقتي صعب يعني، ما اعتقدش انه حد ممكن يقعد منعم. لا صعب، لكن اقصد اقول انه حجازي والونش الاثنين كانوا اسمين شايلين كبار جدا مع بعض. فرجوع واحد منهم على الاقل جنب منعم اعتقد هتفرق، الخبرات تفرق معانا كتير جدا. صحيح. عبد القادر كنت بتكلم عليه من اللعيبه الحقيقه اللي اتمنى عشان المنتخب، رغم ان الحته دي فيها وفره، وتريزيجيه قايم بشكل يعني ماتش زامبيا انا حسيت انه تريزيجيه خد 70-80% من هو افضل لاعب قبل كده، افضل لاعب في المنتخبين. صحيح يعني، لكن عبد القادر عنده امكانيات مختلفه شويه في الاختراقات. يعني مش هتلاقي لاعب بسهوله عنده الاختراقات بتاعت عبد القادر واون تارجت على طول يعني. لكن تريزيجيه الحقيقه بيأديها بشكل كبير. المجموعه اللي موجوده كمان يعني بتتكلم على حسين الشحات وعلى طبعا مرموش وعلى مصطفى فتحي. لا في اسماء كبيره موجوده، وعبد القادر ان شاء الله يكون ليه فرصه. يعني ان شاء الله انا متوقع ان في 3-4 اسماء ممكن ينضموا لهذه المجموعه ان شاء الله الفتره اللي جايه. احنا لسه عندنا وقت يعني. وانا بتفرج على ماتش زامبيا حسيت انه هو مصطفى فتحي ما بيلعبش على صلاح ليه؟ يعني سالت نفسي كده. يعني صلاح لعيب كوره كبير جدا، محدش ابدا ممكن يقلل من امكانياته ولا يقلل من مشواره ولا ينكر حبي شخصيا ليه. انا بتكلم على صلاح دايما بكل خير، لكن وارد جدا يبقى داي اوف. كل لعيبه العالم، كيليان امبابي، كريستيانو رونالدو، ميسي، كلهم في اوارد يبقى داي اوف. صحيح. صح ولا نعم. ايه المانع انه صلاح يتغير، او ايه المانع انه صلاح يبدا على الدكه؟ هل دي فيها مشكله عند صلاح شخصيا؟ يعني لو فيتوريا قال له انت النهارده دكه هتبدا على البنش جنبي، هل صلاح ممكن يبقى عنده مشكله؟ اكيد لا، انا واثق انه لا. وبعدين صلاح مثلا في ماتش زامبيا ما كانش هو صلاح اللي احنا، ومش بس ماتش زامبيا، في ماتشات كتير قوي بيبقى صلاح مش هو انا اعتقد انه ممكن يكون صلاح بيشغل بال مدافعين كتير بيثبتهم في المكان ده. يعني بتلاقي حواليه 2-3 ما بيهاجموش بشكل كبير او ملتزمين دفاعيا معاه. فانت بتوقف برضو مجموعه من اللاعبين، دي نقطه. وانا شايفها برضو عاديه يعني. انت ممكن يكون عندك لاعب فايق في اليوم ده، خاصه لو لاعب بتكلم زي حسين شحات او مصطفى محمد او مصطفى فتحي في الحته دي. مصطفى فتحي والشحات الاثنين فايقين جدا، بيعمل لك حاله في الحته دي. فانت برضو هتوقف 2-3 معاه. انا شايف ان هي مش معضله كبيره جدا ان صلاح لو مش فايق يقعد. طيب. بالعكس يعني سؤال يعني طبيعي. خلي بالك كره قدم يعني السؤال ده جالي وانا بتفرج، واكيد جه لناس كتير جدا صلاح لما يبقى نقد، وبتحتمل طبعا انك لا منتخب إيه مشكله. يعني بصوا خلينا نتفق على حاجه، قصه هنا لا ليها علاقه انت بتحب لعيب او ما بتحبوش، ولا ليها علاقه انت منتمي لنادي ولا مش منتمي. القصه هنا منتخب مصر، لما بنتكلم عن منتخب مصر هل ممكن هو احمد سلام. مقتنع زي ما كلنا مقتنعين برضو ان صلاح في اي وقت ممكن يجيب لك جول يعني. بدنيا هو كمان بلس 90 يقدر يكمل السبرنت بتاعه فول فول سبرنت. انا لو مش في ودي يعني انا مش في رسمي، انا في ماتش ودي، هل تقدر تتحمل ولما انا ابقى مصطفى فتحي او انا ابقى حسين الشحات واشوف انه في لعيب في الملعب، انسى هنا الاسماء، مش يعني مش جاي معايا، مش يومه احباط يعني
طبعا يعني بتحصل طبعا. طبعا هزعل ايا كان النجم ده او الاسم، لا بتزعل اكيد. وبعدين منتخب مصلحته فوق مصلحه الجميع، صحيح. فوق مصلحه فيتوريا وفوق مصلحه اتحاد الكوره وفوق مصلحه كل الاسماء اللي موجوده في ده المنتخب. مش معناه ان احنا بنتكلم على صلاح بشكل سيء ابدا، لكن يعني وارد ان يكون دي اوف زي ما بتتكلم فعلا يا احمد. ايه المانع ان يكون عندي لاعب فايق يعمل لي السيزون اللي فات مع ليفربول كان فيها هجوم بشكل جدا صلاح في الدوري داي اوف. طيب خلينا نروح لفاصل وارجع اشوف النهارده هل المباراه زي دي تستحمل او تحتمل ان يبقى في مغامره في التشكيل، وهل انا ممكن بكده اكون بحرق اسماء طبعا طبقا لاختيارات فيتوريا. ده اللي هقراه واشوفه مع حضراتكم ومع اشرف في سادسه، لكن بعد فاصل سريع. والمباراه يمكن على وشك البدايه، هل لما قريت التشكيل اللي اختاره فيتوريا في اسماء بالنسبه لك كانت علامات استفهام؟ طبعا جدا، لانه يعني انا حاطط التشكيل قبل ما يظهر على المواقع، كنت متوقع النهارده انه هيلعب بالتشكيل الاقرب اللي هيشارك في يعني التشكيل الاساسي اللي ممكن يشارك بيه في امم افريقيا. صحيح اللعيبه الموجوده معظمها جيده، يعني لو اتكلمت عن محمد حمدي لاعب جيد، ما تقدرش تتكلم انه لاعب لاعب منتخب مصر ويقدر يؤدي في مباريات كتير، بس مباراه زي دي مش علامة يعني التشكيل الاساسي. ما هو في فرق ما بين ان يبقى لاعب الراجل اللي عندي ده لاعب جيد ولاعب يقدر يشارك في مباريات كبيره وممكن احتاج له بشكل اساسي في منتخب مصر، لكن انا بلعب بالتشكيل الاساسي علشان اقدر. كان ممكن يعمل ده في مباراه زامبيا، يعني كان ممكن في مباراه زامبيا يجرب التشكيل مش هقول غريب، لكن مش ما افتكرش انه ممكن يلعب بشكل او باخر بالتشكيل ده في مباراه في تصفيات امم افريقيا. يعني محمد حمدي النهارده شايف ان فتوح كان انسب انه يشارك، علي جبر كنت شايف ان ياسر ممكن يشارك النهارده، لكن مش عارف علي جبر شارك ليه. في 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 بطء كبير جدا في اداء علي جبر، وفي سرعات كبيره جدا جدا في منتخب الجزائر. ياسر عنده التحولات دي او السرعه الكبيره اللي يقدر يعوض ده. حمدي فتحي كنت شايف انه انني راجع من 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 اصابه، صحيح ممكن تجهزه، كان ممكن تجهزه اكتر او تديله اكتر في مباراه زامبيا او المباريات اللي جايه، لكن كنت شايف لو هتلعب باثنين مروان عطيه مين الاثنين الدويت، يعني لو اضطريت انا حقيقه بميل انه منتخب مصر يعني يلعب باثنين وواحد متحرك شويه فوقيه. مين الاثنين اللي شايفهم افضل اثنين ممكن يبقوا ديفندرات في نص الملعب مع بعض جنب بعض؟ ملهاش علاقة بالمستوى، ليها علاقة بشكل الأداء وقدراتهم وتوظيفهم. بص طارق حامد والهارموني طبعا طارق حامد شايفه انه افضل حد في مصر بيعمل الكتر، بيقطع الكرة يعني بيفسد هجمة بيعرف يقف في اماكن كمان، يعني خبرات كبيرة فبيقدر يعمل ده. جنبه مروان او حمدي، الاثنين خلي بالك قريبين جدا في طريقه اللعب. صحيح حمدي هم الثلاثه اللي انت قلتهم قريبين جدا في طريقه اللعب، بس حمدي ومروان عندهم ميزه اكتر انه بيقدر يزيد. وكورته حلوه وممكن يصوب. طارق حامد نادرا لما ممكن يقوم بالدور ده. فالنني كمان طريقته عنده خبرات كبيره جدا، لكن لو جاهز بشكل كبير برضه هحطه في صف طارق حامد، يعني نفس طريقه اللعب. فيا طارق او النني مع مروان او حمدي. يا طارق او النني مع مروان او حمدي. يعني يا طارق مثلا ومروان، يا نني وحمدي، يعني كده يعني تبديل بقى وتوافيق. تبديل وتوافيق. لكن لو لعبت طارق والنني وقدامهم تالت ممكن يبقى متحرك، ما عنديش مشكله في ده ممكن. طب هتلعب طارق والنني وحمدي، ممكن لو عايز تقفل المباراه قوي تلعب الهجمات المرتده، لان مفيش حد فيهم بيزيد بشكل كبير، وهيبقى في فصل كبير جدا جدا في التحولات الهجوميه وبعد مسافات كبيره ما بين الخط الهجومي وخط الوسط. ففي عمليه يعني لازم توازن كده وبالانس شويه في طريقه لعب السداسي ده، وسط الملعب والثلاثه في الخط الهجومي. من قرايتك لتشكيله فيتوريا بيفكر في ايه؟ يلعب جيم مفتوح طبعا. جيم مفتوح طبعا. وجود زيزو النهارده، وجود زيزو وحمدي فتحي، لانه كمان حمدي من الناس اللي ما بتقدرش ما تهاجمش، مستحيل تمنعه. يعني هو خلاص فكره اتعود على ده من وقت ما جه مستر كولر كمان تحديدا، لانه طور ده عنده بشكل كبير جدا يا احمد. خلي بالك حمدي فتحي ما كانش كده،
حمدي فتحي قبل مستر كولر حاجه وبعد مستر كولر حاجه تانية خالص. في تغيير في طريقه لعبه بشكل كبير جدا، في الزيادات اللي بيزيدها، تواجده في اماكن، هو اللي مخلص ماتش زامبيا طبعا. تواجده في اماكن داخل منطقه ال 18 مستحيل تتوقع ان حمدي فتحي هيدر على فكره. لعيب بيلعب طبعاً بدماغه وبيعرف يتواجد في اماكن تمركز داخل منطقه ال 18 مستحيل تفكر ان ده حمدي فتحي يعني. في بعض الاوقات لو الصوت مش موجود انت مش هتصدق ان ده حمدي بس فتحي. بس هي مهمه اللعيبه اللي جايه من ورا دي اسهل بكتير من المهاجم. لو يعني انت طبعاً. انت اكيد كنت جوه البوكس ده تتعرض لضغط ومضايقات غير طبيعي، لكن اللي جاي متسحب من ورا ده محدش دريان بيه. طبعا في جزء كبير جدا ذكاء في التحرك طبعاً. انا يعني دي واحده من اهم الصفات اللي لازم تبقى موجوده في لعيب الكره، ازاي اتحرك وازاي اوجد لنفسي المكان واخلق مساحه صحيح. اللي تسهل لي من التارجت اللي انا عايز اوصل له. يعني اللاعبين او نوعيه اللاعبين اللي بالشكل ده اسمائهم بتفضل كتير جدا. يعني خلينا في الجيل القريب مش هبعد قوي. يعني بتكلم عن محمد شاوي، عن حسني عبد ربه، عن حتى يعني مثلا تامر عبد الحميد لاعب الزمالك مثلا، كان من نوعيه اللاعبين اللي بيأدي لك الدورين بشكل غريب يعني، برضو كان عنده ميزه كبيره جدا. حسام غالي واحد من الناس اللي مستحيل تقول ان ده ديفندر مدافع، لا لا ولا الراجل ده ديفندر، ما تكررش نوعيه بصراحة. مختلفه فالاسماء دي بتفضل وبتفضل تذكرها يعني طول العمر، لانه فعلا اللاعبين عندهم طريقه مختلفه في الاداء وشكل جمالي كمان. لا غالي كان حاجه مختلفه تماما، كان في حته ثانيه بصراحه. مصر عندها مشكله في مركز راس الحربه جدا جدا. انت من سنين على فكره احنا بقالنا كتير جدا في ناس تستحق تاخد فرصه من وجهه نظرك. شوف انا شايف يعني بعد مصطفى محمد شايف مروان حمدي ابتدى يدخل شويه في يعني مهاجم فايتر شويه، يعني بيقاتل بشكل كبير، وحتى في الدوري المحلي ابتدى كمان يبقى عنده ثقه كبيره جدا، بيحرز اهداف كتيره جدا مع فرقته. مع منتخب مصر كمان بقى عنده ثقه، تواجده في معسكرات كتير وبيشارك في بعض المباريات الدوليه بشكل كبير فادته ثقه، لكن المهاجم الفايتر اللي تقدر تعتمد عليه بشكل كبير يعني مش شايف حاجه غير مصطفى محمد، يعني الوحيد اللي ممكن يبقى موجود دلوقتي بشكل كبير يعني. عندنا ندره في ده، وده نتيجه انه الدوري عندك فيه اجانب كتير في مركز الهجوم، وده لازم يكون ليه، خاصه الطرق الجديده في اللعب. خلاص انت بتلعب بمهاجم واحد، فمشكله كبيره لابد من معالجتها. مش يعني في طرق كتيره لمعالجتها طبعا، انك تعتمد اكتر شويه على القطاعات الناشئين من تحت، وانك تفرز مهاجمين جيدين يبقوا متواجدين في منتخبات مصر يشاركوا في منتخبات المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي فيه طبعا في بعض الاسماء، اسامه فيصل وفي بلال مظهر. بلال مظهر لكن هل هياخدوا فرصه في انديتهم؟ هل برضه مشكله كبيره جدا ان ممكن يبقى عندك مهاجم جيد جدا لكن ما بيلعبش بشكل اساسي، مستواه بيقل بنسبه كبيره جدا جدا لما هو احنا ليه قصه السن دي مأثره في يعني 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 مركز المهاجم ده بالذات بشوف فيه يعني اليونايتد مثلا جايب هايلاند ده 21 سنه دافع فيه 80 مليون. ايرلينج هالاند لما راح من لايبزيج لبروسيا دورتموند ولا مش فاكر، كان بيلعب في لايبزيج او في سالزبورج حاجه من الاثنين يعني، هما الاثنين اداره واحده مش فاكر. راح لدورتموند كان عنده برده 19 سنه وكسر الدنيا في المانيا ومكسر الدنيا وهو 21 ولا 22 سنه في انجلترا، اهم مهاجم في العالم النهارده. كيليان امبابي 17 سنه كان بيلعب. بتدي فرصه هي الفكره انك بتدي فرصه لان وتصبر شويه عليه عشان يقدر يتالق بشكل كبير. وهي كمان المينتاليتي، مينتاليتي اللاعبين خلاص انا مش محتاج يعني فكري دلوقتي انا مش صغير وهبقى وسط نجوم كبيره فمش ما عنديش الثقه الكبيره. برضو طريقه النشأ وطريقه التفكير عند النشأ ده او الناشئين دول لغايه ما يطلعوا للدرجه الاولى مهمه جدا، ازاي يبقى متواجد بثقه كبيره جدا في الفريق الاول، وانه لما يوصل للفريق الاول ما يبقاش متاخر قوي، يعني ما انتظرش لغايه ما يبقى عندي 21 سنه عشان اوصل بعد ما اخلص قطاعات الناشئين كلها واوصل. ما انا شايف ايه المشكله لما اتواجد مع الفريق الاول لو انا خامه جيده، ما اتواجد معاه من وانا عندي 16 17 سنه. انا شايف ان في بعض الانديه ابتدت تعمل ده، صحيح مش في الشكل الهجومي، لكن في بعض الاسماء 2005 و2004 و2003 بقت متواجده مع بعض الفرق في الدوري اكيد وبيشاركوا.
اعتقد ان دول ممكن يفرقوا كتير جدا في السنين اللي جايه. في حد عجبك؟ يعني بتكلم على كاس العالم، سيبك من امم افريقيا اللي كمان شهرين، لو بكلمك على ودي حته هيشتغل عليها اكيد فيتوريا لو مكمل معانا، يعني لو بكلمك عن كاس العالم هيشتغل عليها بشكل جيد على فكره. فيتوريا 26 في اسماء مبشره يعني بالنسبه المنتخب لك. 2005 اللي مع شيتوس، اعتقد انه ممكن يكون في اسماء مهمه جدا في السنين اللي جايه، وده اهم منتخب لابد من الناس تهتم بيه الفترات اللي جايه ويشتغلوا عليه بشكل جيد، ولازم يكون فيه معسكرات جيده واعداد جيد جدا ومشاركات على مستوى عالي جدا، لان دول اعتقد ان امل مصر في السنوات اللي جايه، خاصه ان فيهم خامات كبيره جدا مهمه. يعني ايه رايك في زعلوك؟ ظهر مع الاهلي والله مهاجم جيد جدا، انا شايفه متحرك وبيتمركز داخل منطقه الجزاء في اماكن كويسه جدا جدا، عنده ثقه كبيره في نفسه، فلو خد فرصه، ولكن اعتقد انها تبقى فيها صعوبه شويه، لكن اتمنى انه ياخد فرصه، اتمنى، لانه خلي بالك النادي الاهلي الفترات اللي فاتت، السنين اللي فاتت، اعتمد اكتر على صحيح الصفقات اللي بتيجي من بره، لكن الاعارات لبعض اللاعبين، احنا في اعارات كثيره جدا راحت ورجعت وبتلعب بشكل اساسي، وفي اعارات كثيره رجعت الموسم ده، مثلا على سبيل المثال بتكلم على نيدفيد، على صلاح محسن، على اعتقد كان مين كمان، يعني بتكلم على صفقتين او ثلاثه رجعوا، كريم فؤاد اعتقد، فانت بتتكلم على بعض الصفقات اللي مش صفقات، لكن اللاعبين اللي رجعوا مره ثانيه كانوا على سبيل الاعاره ومستواهم تالق جدا وزاد جدا جدا من المشاركات. هي المشاركه احمد، خلي بالك انا النهارده لو انا بشارك بشكل كبير ومستواي 50% هوصل لل 80 و90%، لو انا نجم النجوم وما بشاركش مستحيل هيبقى عندي اداء يوصل ل 60 70%. طيب في الدوري المصري شفت اسماء كانت يعني في اللي ظهر منه، احنا ممكن بتدين موسم متاخر، بس شفت اسماء كانت تستحق انها تنضم للمنتخب، كانت تستحق عليها تاخد فرصه، مش لازم مشاركه، لكن تخش في اجواء المنتخب، تقرب من فيتوريا، تاخد خبره التواجد في معسكرات منتخب مصر. يعني مثلا كيروش، رغم ان كان في تحفظات كتيره جدا على شكل او كره المنتخب، لكن الراجل كان عنده عين وقدم للمنتخب بعض الاسماء، اسماء كتير. يعني انا فاكر منعم مثلا، ده لما جه الناس كلها في مصر او استدعى المنتخب، الناس كلها كانت بتسال على مين منعم، وكان احمد رفعت، وكان احمد رفعت، واعتقد مروان حمدي من ضمن الاسماء اللي ضمها، مروان حمدي واسامه فيصل ظهر معاه في بطوله، يعني قدم للمنتخب، طلع من الدوري صحيح بعينيه اسماء ممكن تفيد المنتخب المصري. فيتوريا ما عملش ده، فيتوريا راهن على الحرس اللي استلم بيه منتخب مصر. هل شايف ان في اسماء تستحق؟ يعني هو ضم بعض الاسماء القليله اللي من بره، يعني محمود حماده اعتقد تقريبا، محمود حماده بيشارك بشكل اساسي، يعني ما افتكرش ان في، طبعا مروان عطيه طبعا، مروان فرض نفسه بصراحه، فرض نفسه بشكل كبير، يعني شايف مش اسماء كتير، يعني اتمنى مثلا عوده احمد رفعت، انا شايفه لاعب مميز جدا جدا، ومن الاسماء حتته زحمه بس شويه، زحمه شويه، لكن انا شايفه مميز، يعني في الحته دي هو مميز جدا، يعني لاعب مختلف عن نوعيه اللاعبين الموجودين. سعيد جدا بانضمام كوكا، وشايف ان كوكا واحد هيكون من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر في السنين اللي جايه ان شاء الله. في ناس كتير شايفه انه اوفا او اوفا، يعني مهاجم ام بي، واحد من الاسماء اللي ممكن تبقى ليها مكانه في شفته مهاجم جيد، وممكن في ظل ندره المهاجمين في منتخب مصر ايه المانع ان يكون عندي فرصه، لكن اعتقد انه ضيق الوقت مع مستر فيتوريا خلاص، هو استقر بشكل كبير على المجموعه اللي موجوده، فيعني اعتقد انه هيبقى صعب انضمام حد في الفتره دي باستثناء امام عاشور، ولو عمرو السوليه ان شاء الله قدر يرجع لمستواه بشكل كبير بعد الاصابه، واكرم اعتقد برضه ممكن يبقى اضافه، يعني ان شاء أكرم الله اكرم جاهز بدنيا، بس يعني هو خلي بالك هو عنده قناعات كبيره جدا بمحمد هاني وعمر كمال، فانضمام اكرم طبعا هيكون فيه صعوبه، لكن ان شاء الله ان شاء الله اكرم يرجع بشكل كبير واقوى، وممكن تستعين بيه في وسط الملعب كمان، اكرم من اللعيبه الجوكر اللي تقدر تستخدمه في اكتر من مكان. صحيح. من هنا ليناير فترة يمكن هيبقى فيها ارتباطات كبيرة جدا للقوام الرئيسي في منتخب مصر، هل دي مشكلة بالنسبة لفيتوريا وهو بيحضر لبطولة بحجم أمم أفريقيا؟ ارتباطات للأندية؟ طبعا طبعا، خاصة النادي الأهلي، بس الأهلي اللي هو فيه أعتقد 8 لعيبة أو 9 لعيبة منتخب مصر،
هيلعب ثلاث بطولات، يعني هيلعب ثلاث بطولات، هيلعب افريكان ليج، هيلعب كاس عالم انديه، هيلعب تشامبيونز ليج، وشويه ماتشات كده في. انت بتتكلم عن الثمانيه دول، في تقريبا اربعه بيلعبوا بشكل اساسي يعني طبعا. او خمسه كمان طبعا. فيعني نص قوام منتخب مصر، ودي مشكله كبيره. في اجهاد بالتاكيد هيبقى موجود، وده هيمثل ضغط كبير جدا، بس مش بس على منتخب مصر، على النادي الاهلي كمان. فانت بتتكلم بالتاكيد في ضغوط، لكن اعتقد يعني بشكل كبير ان لاعبتنا الحمد لله بشكل كبير جاهزه بدنيا وفنيا وذهنيا، ويقدروا يتحملوا ده. هي المشكله الكبيره بس في منتخب مصر ان البطوله مضغوطه جدا يا احمد، يعني عدد ايام معين كل سنه. دي ميزه لينا، هي ميزه كبيره جدا طبعا. أيوة. لكن ضغط المباريات وانت عندك ارهاق اللي بتتكلم عنه دلوقتي في البطولات الافريقيه للانديه هيكون كتير، يعني هيكون كتير. ودي لاول مره بتحصل برضو، يعني ما دخلناش بطوله قبل كده كم المشاركات للاعبين المحليين بشكل كبير بهذا الشكل يعني. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر النهارده. المباراه يمكن بدات من دقائق، وهتتابع هتفرج معايا على بقيه الماتش بقى، هتفرج عليه سوا. خليني اروح معاك للاهلي وسيمبا يوم الجمعه اللي جايه، وشايف المباراه ازاي، وشايف طبعا في ظل الغيابات الكتير. يعني انت تابعت معايا لقطات من التمرينه، طبعا في عناصر كتيره جدا مهمه واساسيه موجوده في التدريب النهارده، لكن برضو في عناصر كتير جدا غايبه. شايف الاهم في ال 72 ساعه اللي جايين بالنسبه لتحضيرات الاهلي لسيمبا ايه؟ مباراه صعبه جدا يا احمد على فكره، يعني انا تابعت سيمبا في الفترات اللي فاتت، وفريق تطور بشكل كبير جدا، وعندهم اهتمام كبير جدا جدا بالدوري الافريقي، وتقريبا يعني 14 لاعب محترف و13 لاعب على المستوى الدولي، وبالتالي عندهم امكانيات كبيره جدا جدا، وفريق طموح يعني عنده طموح كبير جدا جدا انه يكمل في دوري ابطال افريقيا في السوبر ليج. متصدر طبعا الدوري التنزاني ب 15 نقطه، وفي ملحوظه انه 14 هدف في خمس مباريات. ده معناه حتى لو بتلعب مع مش زينا برضه، يعني زينا، لكن حتى لو بتلعب مع فرق اقل منك، لكن انت بتستغل كل الفرص اللي بتجيلك، فده معناه ان انت عندك سكواد بشكل جيد. اللاعبين الدوليين اللي عنده والمحترفين مستواهم عالي جدا، يعني بتتكلم في جيفرسون مثلا، ميكسوني، فابريس انجومي، بتكلم جون اوبوكا، شاما، مالوني، سعيدي، حتى لاكرد حارس المرمى. في مجموعه كبيره من اللاعبين عندهم خبرات كبيره. ده مش بيخوف النادي الاهلي، لكن بالتاكيد بيدي لك انطباع انك لازم تعمل حساب كبير لفريق بالشكل ده. والنادي الاهلي لما بيحترم فريق جيد بيأدي بشكل كبير. مباراه هناك ملعب جيد، ودي ان شاء الله هتبقى في صالح النادي الاهلي برضو، مع انه طبعا التوقيت المباراه شويه هيبقى فيه درجة حرارة سنة بسيطة، لكن هي الأجواء عموما في وسط أفريقيا صعبة شوية، صعبة. لكن فريق كورة يعني، أنا بيقلقني بتقلقني دايما المباريات اللي فيها الفرق بتلعب بطريقة عشوائية. هي دي الفرق اللي بتقلقني مع النادي الأهلي. أنت بتلعب بطريقة سليمة وصح، لكن الفريق اللي قدامك بيلعب بطريقة عشوائية، فأنت ما بتعرفش يعني تجاري الأمور دي. لكن الفرق اللي بتلعب بشكل جيد وكرة جماعية أعتقد إن ما بتقلقناش. اول اختبار حقيقي الكولر في الموسم ده، في الموسم ده اعتقد انه فعلا احنا ما لعبناش غير يعني مباراتين في الدوري، ماتشين في الدوري وماتش في الكاس وماتشين في دوري الابطال يعني، لكن شايف ان المباراه دي اول احتكاك قوي لفريق النادي الاهلي، وخاصه في المباراه اللي هناك هتكون. احنا ما تقابلناش السيزون ده مع، لا ما تقابلناش السيزون ده، لا تقابلنا السيزون ده، تقابلنا السيزون ده. كنت عايز اسالك يعني ايه الفرق بين كولر السنه دي وكولر في السيزون، او الاهلي السنه دي مع كولر؟ الاهلي السنه دي الموسم ده في الفرق اللي انا شايفه كبير جدا عن السنه اللي فاتت، ثقه كبيره جدا. يعني مش من الجمهور يعني ووسائل الاعلام او المهتمين بالنادي الاهلي، لكن في ثقه كبيره جدا من مستر كولر. هو رايح وحاسس انه ممكن يفوز باي مباراه. وخلي بالك دي انعكست في مباراه اتحاد العاصمه، في مباراه السوبر الافريقي. أيوة. الثقه الزياده، وكلنا اقتنعنا بده اعتقد، وكان عندنا قناعات كبيره ان الثقه الزايده في مباراه اتحاد العاصمه هي اللي ادت للخساره.
ففي ثقه كبيره جدا نتيجه السكواد اللي موجود، نتيجه الاداء الممتع لعيبه النادي الاهلي، الامكانيات الكبيره المتوفره لمستر كولر. فدي اعتقد الموسم ده مع السكواد الجيد، مع الاهتمام في كل مباراه، خاصه انك يعني خدت درس في المباراه الاولى في الموسم مع اتحاد العاصمه، فاعتقد الاهتمام في كل مباراه هيكون موجود، ودي هتدي ان شاء الله هتدي نتائج انا شايف انها كبيره جدا الموسم ده. فكره انه برضو متهيألي واحده من الحاجات اللي يعني طبعا باستثناء الظروف الصعبه اللي احنا اتكلمنا عليها، الفرقه هتتجمع سكواد كله يوم الاربعاء الصبح، تمرينه خفيفه، سفر لتنزانيا، رحله برضو مش صغيره يعني، توصل عشان تتمرن الخميس بس وتلعب ماتش الجمعه. باستثناء المحطه دي اللي هي بشوفها واحده من اصعب محطات، لقاء افتتاحي خارج الارض مع فريق كويس، فكره ان البطوله تبقى شبه بطوله مجمعه، صحيح هي مش بطوله مجمعه، لكن فكره ان الفريق يبقى متفرغ بس للبطوله دي. في عدد ايام معين، انت بتتكلم على يعني لو وصلت ان شاء الله للمباراه النهائيه، انت بتتكلم على فتره 3 اسابيع. صحيح. لو عديت الثمانيه ثم دور الاربعه وصلت النهائي، تلعب 5 و11 نوفمبر. دي برضو اعتقد نقطه بتصب في مصلحه كولر انه يحضر ويخطط ويرفع مستويات التركيز بتاع اللعيبه، لان البطوله برضو فيها الفرق احنا بنتكلم على سيمبا، بس كل الفرق اللي في البطوله فرق كبير، افضل فرق في افريقيا تقريبا، افضل فرق في افريقيا في السنوات الاخيره. صحيح. بتفق معاك جدا. وطبيعه اللعب المصري هتخدم مستر كولر كمان في ده، لانه التركيز في حاجه واحده وفي فتره محدده زمنيه محدده بتدي لك نسبه تركيز كبيره جدا للاعب المصري. هي دي طبيعه اللاعب المصري، وشفناها كتير جدا في بطولات افريقيا، البطولات المجمعه مع منتخب مصر، دايما البطولات المجمعه في عدد ايام او فتره زمنيه محدده بتديني نسبه تركيز كبيره جدا. في الفرق انك في فتره راحه شويه، او المشكله بس 6 ايام راحه سلبيه. المشكله بس اللي هتواجهنا هي السفر الكتير في المباريات دي، لكن ان شاء الله يقدر مستر كولر يتغلب عليها ولعبتنا. اتمنى بس ان شاء الله التركيز، لان انت عندك يعني انت هتواجه سيمبا، وبعدين هتواجه يا بيترو اتلتيكو يا سان داونز، يعني برضو هتواجه فرقتين مستواهم عالي جدا، وبالتاكيد المشوار صعب، والفاينل اكيد هتواجه حد من الترجي او الوداد. فانت بتتكلم في 3 مباريات، يعني ست كده 4 مباريات، 6 ماتشات. لو هتلعب، لو هتوصل للنهائي ان شاء الله، 6 ماتشات، 2 في دور الـ8 و2 في دور الـ4 و2 في المباراه النهائيه. فانت بتتكلم في 6 لقاءات من العيار التقيل جدا كان ممكن تقابلهم في دوري ابطال افريقيا على مدار سنه. لكن انت بتتكلم في فتره زمنيه صغيره جدا، في ضغط كبير جدا للنادي الاهلي، وسعيد جدا ان هم عملوها في فتره محدده. دي هتفرق كتير جدا في التركيز للنادي الاهلي. تغامر بأي من الأسماء اللي راجعة من إصابة في ماتش سيمبا، ولا الأمور ما تحتملش أو لا تستدعي المغامرة؟ على الأقل لبره لا، يعني بره الضغط هيبقى كبير جدا. ضغط زي ما اتكلمت أنا وإنت، إنه في ضغط ملعب مختلف، أجواء مختلفة، درجة حرارة مختلفة، الضغط النفسي في المباريات اللي خارج ملعبك كمان بتكون كبيرة جدا، فمش مستاهل. يعني انا شايف مثلا امام ممكن يبقى جاهز، ولكن يعني مش شايف تصريح مستر كولر النهارده انه لا هيبتعد عن المباراه. شوف انا بثق جدا في، وبحترم ده في مستر كولر، انه لاعب جاهز بنسبه 100% بدنيا وذهنيا، انا وسهلا يشارك. في صغير كبير مش فارقه. وده نتيجه انه لعيبه النادي الاهلي، ودي ده الشيء المحترم او الحاجه المحترمه اللي بحترمها جدا في النادي الاهلي الفترات اللي فاتت، انه ما عنديش كبير وصغير في ده، عندي اللاعب الجاهز فقط، وده بيدي كل الناس احتماليه المشاركه، فكل الناس بتشتغل بشكل ايجابي جدا، يعني صحيح. بنسبه 100%. نطمن على منتخب مصر النهارده، وبعد كده نفتح بقى ملف الاهلي وسيمبا ان شاء الله بكل تفاصيله بدايه من حلقه بكره. بشكرك يا اشرف، شكرا جزيلا، وتعالى بقى نستمتع. اتمنى ان احنا نستمتع بلقاء قوي لمنتخب مصر وعرض قوي للمنتخب، والله بصرف النظر عن النتيجه، بس اشوف المنتخب بيقدم جيم كبير يطمنا واحنا رايحين للصعب والاصعب في اللي جاي. بشكرك اشكرك جدا يا احمد، وكل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر والمنتخب. بشكر حضراتكم، متابعه ممتعه للمباراه، وتحياتي لكم.